انت عايز ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ عايز تتجوزني ليه يا كريم؟ عشان انت مخلوقة علشاني وانا مخلوقة علشانك، ما ينفعش نعيش من غير بعض. حاسة انك نصاب بجد يا فريدة. انا ما كنتش عارف انا بحبك قد ايه لما حسيت انك ممكن تضيع مني. من ساعة ما سافرتي وانا مش عارف اعمل اي حاجة، مش عارف اكل، مش عارف اشرب، مش عارف انام ولا اشتغل. كنت فاكرك مجنونة لما طلبتي مني ان احنا نتجوز في السر، بس اكتشفت ان انا اللي حمار عشان قلتلك لا. نفسي صدقك. صدقيني يا فريدة، صدقيني، انا معترف ان انا ظلمتك معايا، واحتمال اكون جرحتك كمان، بس خلاص انا اهو فقت، ما قدرتش استنى لغايه لما ترجعي مصر. سبت كل حاجه وجيت عشان اقولك ان انا بحبك وعايز اتجوزك. انا عارف ان انت عندك خواتم كتير اغلى من ده، بس متاكد ان الخاتم ده هيبقى اغلى خاتم عندك. مش قادره اصدق نفسي، في حلم ولا في حقيقه؟ يعني تقدري تقولي من ده على ده. صباح الفل جمال باشا، ربنا يسعد اوقاتك. مدير مكتب شاكر بيع الوان. ربنا يخليك. لا اصلا انا لقيت تليفون حضرتك مقفول فقلت اكلمك على تليفون الارض، يعني الامر لله. لا انا بس يعني كنا عايزين نعرف اخبارنا ايه مع بعض. عرفت منين ان انا موجوده هنا في لندن؟ لما كلمتك وما ردتيش عليا كلمت دينا وقعتها في الكلام وعرفت منها انها هنا معاك. غريبه قوي، ما قالتليش انك كلمتها. انا اللي قلت لها ما تقولكيش، يعني حبيت اعمل لك مفاجاه، ايه رايك؟ يا ولد، حبيت تعمل لي مفاجاه ولا خفت تيجي هنا ما تلاقينيش؟ ما انا عارفك مجنونه وتعملي كده. انا مجنونه اه، بس انت بقى اجن مني، ما كنتش متخيله انك تيجي لحد هنا. ايه رايك؟ عجبتك اول حركه طاقه اعملها في حياتي؟ عجبتني، ان شاء الله ما تبقاش اخر حركه. يعني موافقه نتجوز؟ تحبني؟ بحبك موت. ايه؟ مش سامعة. بحبك موت. علي صوتك، مش سامعة. بحبك بحبك بحبك. يلا نتجوز. شكلك عبيط قوي على فكرة. طبعا فاتح صدرك قوي وبتتكلم بقلب لان مفيش اي حد حوالينا، ولو اي حد سمعك مش هيفهم انت بتقول ايه. عايزاني امسك لك ميكروفون واروح اجور رود وكوينز واي عشان العرب اللي هنا كلهم يسمعوني؟ لا مفيش داعي خلاص، بس بذمتك مش خايف من ابوك؟ لا مش خايف. ولا من ابويا؟ ولا من ابوك. طب ولو عرفوا ان احنا اتجوزنا هتقول لهم ايه؟ هقول لهم لو حبيتوا زينا هتعرفوا احنا اتجوزنا ليه. ماشي يا جامد، بس انت عارف يعني ايه تحب فريدة علوان ولا مش عارف؟ للأسف عارف. ايه للأسف دي؟ ايه للأسف دي؟ خلاص سيبني افكر. هات خالتك. خالتي ما بحبش حد يجيب سيرتها.
وانت تعالى هنا، انت متخيل انك هتخبط على بابي وتقولي نتجوز امسك قلبي ووقع من طولي من الفرحة؟ لازم افكر. فريدة، احنا لو ما اتجوزناش دلوقتي. كريم، الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. هنتجوز ازاي؟ تعالى انا اقولك. سرحانة في ايه؟ بفكر ممكن نتجوز هنا ازاي؟ اللي ممكن نتجوز ازاي؟ زي اي اتنين بيتجوزوا بعض. تعرف سكة مأذون؟ مأذون؟ مالك اتخضيت كده؟ اه مأذون، امال هنتجوز ازاي؟ انا كنت فاكر يعني ان احنا هنتجوز في السر. طيب ما احنا هنتجوز في السر، بس ده ايه علاقته ان يبقى فيه مأذون؟ ولو رحنا المأذون يا فريدة اكيد هيوثق الجوازة دي في السفارة، وانت بنت شخصية معروفة. هنروح مصر نلاقي ابوكي وابويا واقفين لنا على باب الطيارة بالطبنجات. فاكر ان احنا هنتجوز عرفي؟ عرفي؟ ايوه يا فريدة. انا عمري ما فكرت ان انا ممكن اتجوز عرفي في يوم من الايام. وماله بس الجواز العرفي يا فريدة؟ ما هو زيه زي الجواز الرسمي بالظبط. الفرق الوحيد هو ان الجواز العرفي ما بيتوثقش في اي جهة رسمية. طب هم زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كان في مأذون ودفتر وكده؟ طبعا لا. طيب هنجيب منين الشهود؟ اي اتنين شهود نلاقيهم. احنا هنا في لندن، بسم الله ما شاء الله مليان عرب. لا لا يا كريم، لا انا مش مقتنع، حاسه ان احنا بنعمل حاجه غلط. فريدة، انا لو ما اتجوزتكيش دلوقتي انا ممكن اعمل حاجات غلط. انا بتكلم بجد. طب احترم نفسك. طب يلا بينا. ها؟ يلا بينا. فين؟ نشوف اي اتنين شهود ونخلص الليلة دي.